وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجنا قصص كافيه. مثل ما عودناكم بكل حلقة جديدة معنا ضيف جديد، واليوم ضيفنا الأستاذ أحمد الكركي. أهلا وسهلا فيك أحمد. يا أهلا يا مرحبا. شرفتنا اليوم ببرنامجنا قصص كافيه، وبداية حنشرب معك قهوة، فتفضل قهوتك وقهوتي طبعا. أهلا وسهلا. أهلا نستنى منكم. أحمد، من هلأ لا تبرد قهوتنا شوي ونقدر نشربها، خلينا نتعرف عليك بلعبة صغيرة هيك خفيفة لطيفة. بداية، بتحب قهوتك سادة ولا حلوة؟ سادة. تركية ولا أمريكية القهوة طبعاً؟ لا تركيش. شوكليت ولا فانيلا؟ لا شوكليت. مالح ولا حلو؟ حلو. تصحى بكير ولا متأخر بالعادة؟ لا مش من دون بكير، يعني مضطر بس متأخر شوي. طيب، بتحب الكتب العلمية أو الروائية؟ هيك وهيك. الصيف ولا الشتاء؟ صيف أكيد. صيف أكيد. ما كل هالشوب؟ أكيد أبداً لو 50. السفر ولا الشغل؟ السفر منيح كمان وشغل منيح، مش عارف يعني كله بوقته ممكن. السفر بس جميل بغير. الأفلام ولا المسلسلات؟ الأفلام ما إلي خلق على المسلسلات، بدها وقت. تمام. بتحب الشغل الفريلانس اللي بتشتغل فيه بحريتك ولا الوظيفة الثابتة؟ فريلانس. النص المليان ولا النص الفاضي؟ المليان أكيد. المليان. كثير حلو أحمد. هلأ بدنا نشوف تقرير بسيط مع المشاهدين من الشارع عن موضوع حلقتنا طبعا لليوم. خلال هذا الوقت أنا وياك رح نشرب قهوتنا على رواء، شو رأيك؟ أكيد. تفضل قهوتك. يس، عندي ثقة بحالي بقدرتي أني أعمل إشي لقدام. طبعا عندي ثقة بقدرتي. الركع على شخصية البني آدم. كل حدا فينا له دور، إله كل إنسان فينا إله بالمحيط تبعه إشي يعمله. طبعاً يعني حالياً لا. في إنه يقوم بمساهمات، ممكن إنه يطور حاله، شاركوا في صنع القرار بمساعدة من مجتمعاتهم اللي هي الجامعات، المدارس، المبادرات الحكومية، إما من السلطة التشريعية أو من الوزارات الحكومية. كن كلنا مع بعض. توعية الأطفال، مساعدة الطلاب، مساعدة العاملين بما أني موظفة. أحمد، ممكن هلأ تعرفنا عن حالك أكثر وشو أكثر إشي حابب توصل له بحياتك اليوم؟ أنا أحمد الكركي، بشتغل بمجال الإعلام. مسيرتي شوي تعليمية مختلفة، درست هندسة كهرباء واتصالات بجامعة مؤتة. خلال هاي الدراسة جبت بتوجيهي معدل عالي نوعا ما بآخر الثمانينات، علمي وطبيعة مجتمع، بدك تدرس إما هندسة وإما طب، اخترت الأقل عملا ميداني نوعا ما. وأنا بالسنة الأولى أنا شخص ما بحب الهندسة، ولذلك اخترت تخصص بشغفي، مشيت بهالمسار الدراسي، لكن بنفس الوقت التحقت بالعمل الإعلامي، دربت وبدأت عملي كمعد مقدم برامج إذاعية من وأنا بالسنة الأولى. برضو بعمل الشبابي، العمل السياسي الاجتماعي، وإنت بالجامعة تتشكل هاي الهوية عند الشخص. كنت باتحاد الطلبة أعضاء الهيئة الإدارية وجبت أعلى عدد أصوات، وهاي يمكن كانت ضمن التدريبات اللي أخذناها بالجامعة، كيف تعمل إدارة حملة وكيف تقسم المجتمع وكيف تقدر يعني تستفيد وتستثمر الناس الموجودة عندك والخبرات، تقدر تحصل على هذا المكان. ولاحقاً أسست إشي اسمه اتحاد الجامعات الأردنية، وكان مقره بمجلس النواب أنذاك بال 2014. هذا الشيء خلاني بعمل الإعلامي أكمل من ناحية أكاديمية، بأنه أنت كمان بدك تتسلح. رحت درست الماستر بالصحافة والإعلام من معهد الإعلام الأردني، ثم مشان تستند على الموضوع أكثر درست سيولوجي بعلم الاجتماع لحتى تكون أنت مختص أكثر بالإعلام، سواء كان الاجتماعي أو الإعلام السياسي. واليوم عم بعمل برنامج مع الهيئة المستقلة للانتخاب بيحكي عن إدارة الانتخابات وسياستها.
أحمد، بس في نقطة أنا استوقفتني، أنه لما توجهت للعمل السياسي تحديداً أو الإعلام السياسي، خلينا نقطرها، شو كان الهدف أو الفكرة؟ لماذا الإعلام السياسي؟ اليوم ستي أي شخص بده يتميز بالمجتمع أو أنت يكون لك أثر بمجتمعك، الواحد ما يكون رقمه بمر بس. وهذا كلام يمكن كل الشباب اللي اليوم عم بيشتغلوا بيطلعوا، لأنه وين الزاوية اللي أنا بدي أغطيها وأثر فيها إيجابياً، بدي أختارها بعناية. فلذلك أنا اخترت الإعلام السياسي، هو شغف في كلتشر ثقافة أردنية مهتمة بالسياسة، عززتها بأنه أنا بدي أخذها أكاديمياً مشان أنا أكون مستند على أسس ونظريات، طبقتها لأنه اليوم الساحة الإعلامية السياسية بالأخص عند الشباب مفرغة نوعاً ما. لذلك أنت قادر تغطي جانب كبير، قادر يكون لك أثر إيجابي بمجتمعك، بالشباب، بالسياسة، سواء كان بدعم المرأة، دعم الشباب، الحياة الحزبية، وأنت بتنخرط بهالموضوع من ابن جيله، ثقافة أقران، تختلف الرأي عن ما أنه أنت والله تحكي عن السياسة من بوتقة مختلفة، من زاوية ثانية، وما بتطلع على اللي الشباب عم بيعيشوه اليوم، سواء كان بالجامعات، سواء كان بمجتمعاتهم، حتى الشباب العاملة. كيف أنا قادر أخلي ينخرط بالعمل السياسي بوعي أكثر؟ هذا ما بيتحقق إذا أنت ما بتكون رايح على زاوية الإعلام السياسي بالتوعية والتثقيف. فهي كانت الزاوية اللي أنا اخترت منها للأمانة. أكثر إشي بخوفك من الحياة أحمد؟ بخوفني بالحياة الخذلان، الواحد صحته تخذله، إشي بخوف. العمر يمشي وإنت ما حققت إشي بخوف، مش بالرتم السريع، لا، الإنجاز هو المهم. تطلع على هالمسيرة وتحكي والله لا هالدفتر فيه له عنوان، مش الواحد ماشي بعشوائية بدون ما يكون في بوصلة واضحة. ممكن تعرفنا أكثر عن قصة مهنتك ومشروعك وكيف بدأت فيها؟ أنا بلشت بعملي الإعلامي والإذاعي لحتى أهرب من الهندسة، بدور على هوية، وين أنا قادر أكون مميز وقادر ألاقي نفسي. رحت على العمل الإعلامي، أضطرت هذا الكلام أكاديمياً، لكن اجتماعياً أنت كمان بدك تكون قادر تكون عم بتطبق شيء قابل للتطبيق ومنطقي بنفس الوقت. يعني أنت بدك تشتغل بالإعلام السياسي، بس ما بصير أنزل من الفضاء وأحكي والله الإعلام السياسي بالأردن إحنا بحاجة لتوعية للشباب، لا، ما هو أنا يعني أنا بدي أحدد هذا الدور. لذلك ستي اشتغلت على عدة برامج موجودة بمجتمعاتنا. إحدى المبادرات اللي عملتها مثلاً كانت عن الجلوة العشائرية. مين في شاب عمره 20 سنة 21 سنة بيشتغل على مشروع كبير مع شيوخ عشائر ومع قادات مجتمعية بتحكي عن الجلوة العشائرية، وكان عنوانها أنذاك العقاب الجماعي والإصلاح المستحق؟ إنه أنت كيف بتسوي جلوة وبتخلي قرى كاملة من أهلها مشان واحد غلط وقتل شخص، حاسب هذا الشخص، أقول لك مجتمعياً حاسب دفتر العيلة، بس باقي العشيرة لا. ناقشنا هذا الموضوع والحمد لله توج بعدين بوزارة الداخلية بأنه وقعوا وثيقة بأن تنحصر فقط على دفتر العائلة. هون قادر تأثر، هذا إعلام سياسي ومجتمعي، وأنت كشاب ما بتطلع والله من برا إحنا والله بدنا حياة حزبية. أنا مع 100% وعي الشباب بالثقافة الحزبية، نشتغل مع بعض كشباب. في قرار 2250 مشان أطلع شوي لموضوع دولي، اللي هو القرار مجلس الأمن المعني بإشراك الشباب بالأمن الإنساني، أنا كنت ضمن التحالف الأول بالمملكة الأردنية الهاشمية مع هالمؤسسات، وكنت بصفتي الشخصية، واشتغلنا على فكرة اليوم الشباب بالمحافظات كيف قادر أفعل دورهم من ناحية مشاركة سياسية. ونقلت هاي التجربة لبيروت كعضو بالفريق الإقليمي برضو بصفة شخصية، ما بحكي لك مني، هي كثير مرات أنت زي كيف اليوم المقابلة اللي معك نور، هاي المقابلة كثير بتفتح لك كثير أشياء، مش بس إلي، لكثير شباب، بأنه أنت استثمر بهالشغف الموجود هون راح تلاقي فيه ثمرة خير. فالإعلام السياسي مؤثر كثير. اليوم عم بشتغل مع المحافظات بفكرة لا مركزية من ناحية سياسية إعلامية توعية للشباب للانخراط العمل الحزبي، لأنه اليوم إحنا عم نحكي عن عمل حزبي، بعد سنوات يمكن نكون نحكي بموضوع مختلف تماماً. طيب أحمد، شو الصعوبات اللي واجهتك خلال بدايتك أو بأول طريقك؟
الصعوبات مختلفة نوعا ما اجتماعيا بأنه ثقافة المجتمع. أنت مهندس ليش بتشتغل بالصحافة؟ هذا أول بند صحيح، كل يوم بسمعها 100 مرة. اثنين، أكاديميا كنت أعاني بأول 4-5 سنوات لأنه ما كان معي شهادة بستند عليها للأبحاث العمل السياسي. أنت بدك تستند عليه لما يقول لك أنت البكالوريوس بتعرف هي إلا من الأساسية. السياسي المجتمعي من ناحية بداية كانت أنه عمرك صغير بتحكي بسياسة، بتحكي بمواضيع مجتمعية. للأمانة العمل مع الديوان الملكي نوعا ما كمان قوة. سيدي صاحب الجلال بال2019 التقينا 3 مرات وبال2020 نتحدث فيها وشكلنا لجنة بالديوان الملكي معنية بالعمل الشبابي. هذا الشيء نوعا ما أطر العمل من ناحية أنه هذول الشباب عم بيشتغلوا شغل صحيح، مش والله هي مبادرة شبابية يومين وبتروح. فالصعوبات للأسف منا وفينا. أنت تطلع على الصعوبات كتحدي، كيف قادر أحلها؟ ما انحلت مع سين تنحل 100% مع صاد، لكن بدك تطلع بإيجابية. شو كانت المحفزات أو الدوافع يلي خلتك تكمل وتوصل لهون؟ النتائج. كل مشروع بتفوت فيه عم بتشوف نتائج إيجابية عالية بتبني على المشروع الذي يليه. أكتر شخص بتحسه أو بتتذكره أنه داعم إلك أو موجود لهلأ وعم بدعمك؟ الأشخاص كثير، يعني مرات بمجتمعك الضيق، يعني والدي أكيد 100%، حكيت لك شخصية عسكرية وطبيب، نقعد بكل المواضيع السياسية والاجتماعية بنحكي وبنناقشهم وكيف، ما هي طريقة التشخيص، طريقة العلاج بأي قضية مجتمعية. وبنفس الوقت طبعا الأهل أكيد، وبرضه الأصدقاء، الناس اللي حواليك، المجتمع اللي حواليك، يعني صديق عزيز قوي بيناقشك، بيحاورك، بيقويك وبناقش موضوعك السلبي. هذا اللي بيعزز عملية الدعم والتحفيز. ف إجمالاً الخمسة اللي حواليك اختارهم منيح، لأنه هم اللي بيرفعوك وهم اللي بيخلوك زي ما أنت. ما بدي أقول واحد ممكن يتراجع. أحمد، خلينا هلأ نروح إلى قدام شوي بمجالك. لوين حاب توصل لقدام؟ أنا بتطلع أني ما أطلع خارج العمل الإعلامي، أطور العمل الإعلامي الموجود، وأن أكون ببرلمان وأثر من ناحية سياسية وتشريعية بالإعلام، وهي مهمة. نقاش طويل يدور حول عمل وزارة الإعلام من عدمها. يمكن اليوم حدا يطلع على المقابلة ويقول واحد عمره 29-30 سنة قاعد بناقش نحط وزارة إعلام ولا لا، لكن العمر بقية زي ما بيحكوا. ممكن تكون مؤثر بالناحية برلمان، بفكر بالعمل السياسي، لكن بنفس الوقت بتطلع أنه يكون لك محطة إعلامية ومنبر إعلامي خاص قادر تنافس فيه وتأثر وتوصل الإعلام المميز اللي بيشبه الهوية الأردنية. ما نجيب إشي من برا، ولا مش من برا ما نجيب ككفاءات، لا لا، الهوية الأردنية هوية مميزة جدا وحقها علينا أن نظهرها. فأنا عم بشوف أنه رح ممكن يكون لي منبر كمان إعلامي يبرز هذا الجانب. أحمد كشاب بلش يعني صغير، بدايتك كنت شاب صغير، إيش ممكن تنصح شباب مجتمعنا اللي هم لسه عم بيشقوا طريقهم لحتى يوصلوا لهدف معين؟ ما حدا يطلع على المعدل التراكمي أبداً، على المعدل بالتوجيه بالثانوية العامة. اطلع شغفك وين أنت رايح، بدل عدل تخصصات قد ما بدك. ما حدا يقول والله كثير النط قليل الصيد بالتخصص. خلال فترة الجامعة احنا كان في شعار، الله يسهل عليه، دكتور خالد الكركي يقول الفاشل هو من يحصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة. قلنا اف لعاد، ايش بدك من الجامعة؟ قال اتدرب، اهل حالك، اشتغل مشاريع شبابية، حاول، افشل، غلطك مسموح وانت في الجامعة. الرسالة لأي شاب، شوف شو وين شغفك واركض وراه. يعني تجربة مهمة مميزة، واعتقد رح يكون لها ان شاء الله مستقبل. ان شاء الله. عندك على الطاولة هون موجود 4 ألوان، ممكن تختار
اللون اللي بتحبه أو اللون اللي شدك أكتر إشي لحتى نحلل شخصيتك ونشوف إذا دقيق أو لا. بالألوان بحب الفواتح، بس يعني هون شايف الأزرق يعني أكثر الألوان بتشبهني نوعا ما. الأزرق معناه أنه أنت إنسان مرتب، بتحب التحليل، حذر، تسأل ومنطقي. يعني الخلاصة من اللون الأزرق أنت بتحب تعمل الشغل بالطريقة الصحيحة، يعني let's do it right. هل هذا الشيء، هل هذا التحليل بيشبه أحمد أو لا؟ لحد كبير إن شاء الله يا رب كله إيجابي. يعني اخترت الحمد لله اخترت اللون يلي بيناسب شخصيتك. أحمد صراحة لقاء جميل لطيف وحديث شيق ولا يمل، بس لكل بداية أكيد في نهاية وإحنا لازم نختم حلقتنا اليوم. شكراً على هالاستضافة وشكراً لك نور. أكيد الله يسعدك. مشاهدينا اليوم وصلنا لنهاية حلقتنا، ومنشوفكم بحلقات جديدة من برنامجنا قصص كافيه.